من البرامج المهمة اللي بتوفر فرص عمل وتمويلات للشباب عشان يبدأوا مشروعاتهم واستثماراتهم الخاصة هو مشروع قومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية اسمه مشروعك. في محافظة البحيرة على سبيل المثال قدر مشروعك أنه يقدم قروض بقيمة 3 مليار و400 مليون جنيه، وده عشان يمول أكتر من 32 ألف مشروع. طيب المشروعات دي وفرت حوالي 900 ألف فرصة عمل للشباب في المحافظة. خلونا نشوف التقرير اللي جاي. بقيمة تخطت 3.4 مليار جنيه شهدت محافظة البحيرة منح قروض للشباب لتمويل أكثر من 32 ألف مشروع، وده ضمن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك. المشروعات تنوعت ما بين تجاري وصناعي وزراعي وخدمي، مما نتج عنه توفير حوالي 900 ألف فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة، واللي بتدعم بدورها زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة. تبدأ قيمة القروض من 25 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه بمساهمة 6 بنوك وطنية من خلال فايدة 5% متناقصة للمشروعات الصناعية و7% للمشروعات التجارية و12% متناقصة لمشروعات الثروة الحيوانية. يهدف مشروعك لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع.